وتسيبهم راسك بعدين تسيبهم لك بحال بحال كاين عسل جن عسل الضغموس ياك عسل الضغموس ولا عسل حر المهم يكون عسل نقي مزيان جن اخويا عندنا حبوب اللقاح عندنا غذاء الملكة عندنا العكبر وعندنا الجنسينج هادو يتخلطوا مع العسل ثاني يتبعوا في معشابات يتخلطوا مع العسل كتبقى تكمل مع واشقه في الصباح في الغداء في العشاء الصباح في الغداء في العشاء ثلاث مرات قبل الفطور ديما واخا اختي عقليك عقلي مزيان لما عقلش واقل انت ما عقلتيش انت عقل هو المهم الحمد لله قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء عواشقه صغيره في كاس ديال المدافي تخلط وتشرب هنا خويا تاخذ نص كاس ديال العسل نص كاس عسل يكون شويه مطلق جاري ياك عسل تاخذ الزيت ليو اللي هو يكون في زيت مقطر زيت النعناع زيت الحبة السوداء زيت الزنجبيل زيت الخروع زيت ديال اليزير زيت اليزير هاد الزيوتة راهم عي صغيورين كيتباعو راه ماشي كبار هما فهمتيني عي صغار هاد الزيوتة غتخلطهم مع العسل ياك غتبقى تاكل عواشقة قبل ما تنعس عواشقة قبل ما تنعس هادو اختي كتعصبي بزاف ياك كتعصبي بزاف هادو إلا شربتيهم يخلوك تنعسي فهمتيني يخلوك تنعسي هادو بحال شكل مفعول ديال الدواء ديال الطبيب فهمتيني بحال خديتي مشيتي عند الطبيب النفساني وخديتي كينه ديال الطب النفسي اللي فيها كيماويات هادو ما فيهمش كيماويات فهمتيني انا كنعطي الناس هادو نادو بعض الناس كيتهموني انا بانني انا كنعطي حبوب ديال الطبيب كنخلطها مع العشوب ونعطيها فهمتيني الله يهديهم واش نقول لهم علاش الله يهديهم لان الانسان يتكلم من وراء الستر من وراء الحجاب ما عرفكش وكيتكلم عليه اللي ما عرفوش كذا شنو خاصو خاصو يتقى الله في نفسه الله يهدي الجميع لان لما اتقاش الله في نفسه سيحاسب على كل كلمه قالها انت اختي هادو خلوك تنعسي ترتاحي الجسم في الجسم ديالك في الاعصاب المهم في الجهاز العصبي الدوره الدمويه خليك ترتاحي هادو ان شاء الله اختي ديريهم ونطلبوا الله يرزقكم من فضله واخا اختي الله يفرج عليكم والله يشفيكم